Vas-y, rapetisse. Ne pleure pas. Ne fais pas comme ça, chérie. Je suis malheureuse. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, chérie. Merci. Ah oui, تفضل. كل يوم يعدي علي أصعب من اللي قبل. من يوم ما دفنته حسيت إن أنا دفنت معاه. بعد الشر عليك يا موجة. مش معقولة تفضلي تعيطي عليه بقيت عمرك. أنت في حس شبابك. وألف راجل بقيت منوكي. بس تعرفي عدي الله يرحمه كان واطي. واطي قوي. ما سابش واحدة من أصحابي دول ما حاولش معاها. كتيرة قوي كنت أقفشه بيلعب في مناخيره. أقول له بتعمل إيه عدي؟ يقول لي بتسلى. وكتير قوي قوي كان بيطلع له دمامل يقعد يفعص فيهم يفعص فيهم لما تتفعص يحط صباعه في بقه يعمل صوت بشع وهو بياكل كنت برجع لكن انا بصراحه غفرت له كل حاجه بعد لما مات هفضل مخلصه له بقيت عمري كله بس تعرفي بقى اللي فريمون جونتي طلع ذوق مات بدري الحمد لله راجع هنا تشري؟ سيل فو بلي رأفت كابوتشينو سان سكر مورجا هاني؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الاسود بتاعي عشان انا حزينة ربنا يجعلها اخر الاحزان اوكي؟ ماشي على فكرة لطفي الماس بقى هلكني هيموت عليكي كل يوم مورجا 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 بليز بقى هني عليه شوية ما يصحش ده كان صاحب جوزي الله وده يمنع وما تنسيش كمان ان المرحوم ميت وهو مديون له 100 مليون جنيه والراجل من جونتياس بتاعته ما فتحش بقه لغايه دلوقتي وعلى فكره جايب لك كوليه ديامون يجنن يجنن سيني بالجاري تعرفي انا ظلمت لطفي معايا يا ريت تبلغيني انا بكن له كل احترام يا دكتور ودلع ايه اللي انت بتعمله ده يا حيوان؟ دي نانسي عجرم حضرتك في عزة؟ لا في الكاسيت شيل ده بسرعة بسرعة حضرتك بقولك ايه على بال ما اتطرق الستات دول انا هوصل لغايه لطفي وعلى بال ما اجيبه بقى تقلع الفستان الاسود ده فاهمه ولا لا؟ اربار يا جماعه فرصه سعيده اني شفتكم باي يا روحي باي باي أنا مهجة النشار حرم المرحوم عطية أبو سريف لا حول ولا قوة إلا بالله عطية مات بقى في حياتك يا مدام يجعلها آخر الأحزان أنا محسن هنداوي صديق المرحوم ميرسي أوي محسن بيه على حضورك لا علي شد حيلك إحنا كده الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان والله لا 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 اجمدي امال اجمدي يا مدام اجمدي كده لازم تجمدي انا جمدت خلاص ميرسي ما تجمديش قوي كده يعني هو كان غلط كده بس الله يرحمك عطيه والله والله ما اعرف الا دلوقتي عطيه كالرجوله كالرجوله طول عمره كان يحب الضحك والفرفشه اي والله بس شهاده لله كان ذوق حلو وكان يحب يمتع نفسه
وكأنه يا حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي. اي والله انا اللي كنت جاي اشوفه، الاقي نفسي جاي اعري فيه، قصدي اعزي فيه. تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له بني طاطا. اي والله كان يحب كلمه طاطا دي قوي، بدلعه طاطا. اخبارك يا طاطا؟ وهو بقى يقول لي يا ميحه، لان انا محسن، قولي ازيك يا محسن. محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين، محسن جيت طاطا راح، طاطا جيت كانت فاحل، انت بنتك فاحل. يا حبيبي يا هاشم قهوه قهوه قهوه. والبي بيرة سعد. محسن بيه هنداوي سيادتك، انا اسمي رأفت شغال هنا، انا من اشد المعجبين بسيادتك. سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب. انا سيرفيس على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني، وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها، انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس، على شويه سوداني سخنين، على شويه كاجو، ها؟ عشان دي الظاهر انها ليله حلوه. ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. وانا كان عندي عزم من عطيه. أنا كنت بحب عطية أوي. إزيك دلوقتي يا مدام؟ مش كويسة الحمد لله. أحسن نفسي أوي. لا 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 لا، أنا عايزك تبقي مؤمنة كده، لازم تكوني مؤمنة. لا لا لا، أنت بتعذبيني كده، أنت بتعذبيني. عايزك كده تبقي مؤمنة و ها؟ بس حبيبي. يا حبيبي يا هاشم. مشبرة يا باشا. هنا ازاي تعمل كده يا حيوان بيه رفعزه؟ ده محسن بيه هنداوي، صاحب اول واكبر كل حاجه سيادتك. امشي. هو كان في زعطيه، كان جدع وصاحب صاحبه. اه والله عمره ما كان مليم على حد، عشان كده ليلته زي الفل فل. لسه مقابل من اسبوع في الجيم، كان طاير من على الارض طير. اه والله زي الفراشه، كان خفيف الله يرحمه. بتقول قابلته امتى؟ من اسبوع. قابلت مين؟ عطيه الله يرحمه. هو اللي انا دخلت عزه غلط بقى. انت قابلته من اسبوع؟ يعني اسبوع 10 ايام كده. الله يرحمه. الثانويه بتاعته النهارده. ميت من سنه. ميت من سنه؟ امال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت؟ وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقول لك بس ما تصحش كده قدام الناس. دول اصحابي الانتيم، ما بخبيش عنهم حاجه. لا اصل ده موضوع عائلي لازم نتكلم فيه على انفراد. اوكي يا مهجة، احنا هنمشي بقى يا روحي. اورفار. اورفار يا روحي. اورفار، مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. بنت حلال يا بنت. باي يا راوي. ميرسي. بونوي. رافض. عينيا يا باشا. هات لنا بقى ازازه ثانيه عشان شكل القعده كده هتطول شويه. ها عينيا يا باشا. والنبي يا باشا سيادتك، يعني ممكن قبل ما تمشي اخد معاك صوره؟ قوي. اجيب الموبايل من جوه؟ قوي. الله يخرب عقلك يا طاطا، سنه ميت وتجي لي الجيم. نعم، عاوز ايه؟ تعالى اقعدي جنبي كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض. ها؟ احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود. انا بقى في المود. خدي بقى اشرب الكوبايه دي عشان نبقى احنا الاثنين في مود واحد، نعرف نتكلم مع بعض. مش طفحه الزفت ده. ولا ده عايز ايه؟ شوية بقى يا باشا بسطرمة على شوية جبنة على شوية لانشون يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونية مخللة كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلمية الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجة يا زفت. أطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ وأنا مش عارف أتكلم وأنت عصبية كده. تعالي اقعدي. اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. أنا محسن هنداوي، صاحب هنداوي جروب. أول وأكبر مجموعة اقتصادية في الشرق الأوسط. شوية زيتون بقى يا باشا يستاهلوا بقك. ليمونة مع صفارة بقى كده على مزاجك. ها؟ يا سلام يا باشا، كبر الليمون. ما تجيبش حاجة يا زفت. الواد ده جدع أوي.
اخيرا مهجه وافقت عليا. يا انا مش مصدق نفسي. انا ما قلتش انها وافقت يا لطفي، لكن يعني بالغريزه بتاعتي الانثويه وباعتباري ست بفهم اقدر اقولك ان مهجه بتموت فيك. ازاي؟ مهجه انسانه مش عاديه، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المده الطويله دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات، تبقى اكيد معجزه. هو ده بقى اللي مخليني مش عايزه افرط فيها. اوكي يا محسن بيه، صدقني انا اول مره اعرف ان المرحوم كان مشارك حد في الفيلا. وعلى كل إن سيب لي نمرة تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتصل بيك. اه طب والفلوس؟ فلوس ايه؟ ال7 مليون دول برضو ما عندكيش فكرة عنهم؟ مش حضرتك ماضي على الشيكات دي برضو ولا ايه؟ حاضر حاضر، بس اديني اسبوع 10 ايام احضر لك المبلغ. طيب ادي احنا قاعدين هنا اسبوع ولا 10 ايام لحد ما تجهزي نفسك. تقعد فين؟ انت اتجننت بقى ولا ايه؟ انت مش طبيعي؟ لا تشتمي ليه طيب؟ انت بقى اللي مجنونه وقلت الادب. لا احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. انا اللي غلطانه ان انا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. الظاهر بقى انك انت وليا لبط ومش هتجيبيها البر. وليا؟ زعلتك وليا قوي، واللبط ما زعلتكيش. ما قلت لك هديك فلوسك، اصبر عليا شويه. اصبر اصبر اصبر، وفي حد بيصبر النهارده؟ اشمعنى انا اللي حاضر؟ لا الحكومه عايزه تصبر ولا البنوك عايزه تصبر، اشمعنى انا اللي اصبر؟ والنبي سعاده الباشا، الصوره اللي انت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا استاذه موجه يعني صورينا عشان انا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وبعته لي بلوتوث. ها يلا ابتسم بقى يا باشا ابتسم. امشي انجر من هنا انجر. ايه في الباب يا رافض؟ مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا محدش ليه دعوه بينا. مش كده؟ اه سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي. مش عطيه الله يرحمه ده مش كان صاحبك؟ اعمل له اعتبار. ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي، وكنا واخدين البيت ده الشركه عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان فيه طاطا ولا ميحه ولا حد انت عامل ميحه، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البنت اللي جنبي. انت طلعت لي منين بس؟ انت ليه مش عايز تراعي ان انا ست وعايشه لوحدها وارمله؟ ارمله؟ اه ارمله يا عيني. اه ارمله ولابسه فستان اسود، الفستان قصير ورجليك طالعه زي البنور. اه انتوا كده رجاله تموت تحلو وترمرموا بعد كده. ها انت بني ادم قليل الادب. انا برضو بني ادم. انا بني ادم برضو. هي بني ادم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الادب ما ضايقتكش؟ طب اديني فلوس وانا حامل. طب وديني ما انا مديك اي حاجه، ايه رايك بقى؟ وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتك. فاكر انك انت استفرطت بيا؟ لا هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. انا قاعد في بيتي، انا ليا نص البيت ده. ما انا في حاجه. انت بتضربني يا حيوان؟ لا عشت ولا كنت. شوية ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي لطفي لا 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 لا، تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها لا استنى عشان ده بلوه هنا، في بلوه. اه تعالى شيل من هنا، تعالى شيل من هنا وانا اشيل من هنا. ماشي يا باشا. من عند الوراك وانا اشيل من عند الراس. ها ايوه بس اسمع. لا استنى استنى، معكش كوريك؟ كوريك اجيب لك ساتك ولا ايه؟ طب اسمع اسمع، انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي يا باشا. ماشي ماشي ماشي. استنى بس طب اسمع، ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحاتها؟ اه انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. اه ربنا يخليك. ايه وانا بعزم عليك على اكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي يلا. الولاده دي مجنونه يا رأفت. ايوه يا باشا، وبتاخد مهزئات. مهزئات؟ ايوه يا باشا سيادتك، يعني بتقعد تهزق فينا على الفاضيه وعلى المليانه. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجه، بقول لها انا ليا نص البيت ده راحت وقع من طولها. أنا باشا مش مصدق نفسي.
انا بتكلم مع سياده. انا مره شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا وانت بتحكي عن قصه كفاحك وازاي بدات من الصفر ووصلت بقيت اهم رجل اعمال في مصر. بص بص يا رافت. يا باشا اهم حاجه في رجل الاعمال انه لما يقع يقدر يقف على رجليه تاني. مهم جدا. يا سلام. عنك انت اخويا. عنك انت. ايوه عارف رجل اعمال لما تجيله فرصه لازم يثبت فيها يمسك فيها بارد ما يسيبهاش. ما يسيبهاش ابدا. يا سلام. مش نوم ولا حاجة عشان متهيألي بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب أنا بقول أنام هنا أحسن عشان الواحد تعب يعني. يا باشا أوضتك موجودة يا باشا. آه ما يصحش يعني. طب ما نلبسها قميص نوم ما يصحش حد يجي ولا حاجه. ده هي بتحب تنام كده يا باشا. تحب تنام كده.